أفضل شيء. It's not bad, okay? It's not bad at all. It's not bad at all, okay? It's good, okay? This not bad at all, okay? أنا في بيتنا ما أقول أبوي وأمي, أقول مامي and daddy. أهلاً متابعينا وكتب وتيبن عبد الله is back. أسعد الله مساكم وصباحكم زي متابعينا وكتب وتيبن عبد الله من هذا الفيديو اللذيذ والخرافي والجميل والرهيب والحريقة والمشهي والأبيتايزر مدري أبيتايزنج والوجبة الرئيسية والمطبق بالجبن والليمون شاورما دبل ثوم بيتزا ببروني فيلي تشيز ستيك تشيز كيك نيويورك ستايل وكابتشينو وبيف جيركي الأشياء الخرافية كلها زبدة في فيديونا لهذا اليوم. حبينا نجيب شركة كذا نجيبها يعني باستكمالا للسلسلة انه شركة واحدة كل المنتجات. في المرات الماضية جبنا شركة بريطانية ذيمتو وجبنا بعدين الشركة الأمريكية وارهيدز, ولكن هذه المرة رحنا الى شركة هذه معروفة جدا, الشركة هذه في قلب كل طفل, الشركة هذه حرفيا انا وانتم نعاملها كأم ثانية لنا, اختك الكبيرة اسحب عليها, هذه الشركة هي الأم الثانية, الشركة اللي هي كيندر. شوية عن تاريخها, الناس اللي ما تعرف كيندر اساسا شركة او فرع من شركة فيريرو, شركة فيريرو اللي تبيع شوكولات فيريرو روشي وتبيع هذه الشوكولات بشكل عام, ولكن هذه الشركة في عام 1968 قالوا احنا اساسا المنتجات هذه اللي عندنا للكبار, ولكن نبغى نجيب منتجات ياكلها الصغار او تكون مخصصة لصغار السن, فلذلك قرروا انهم يخترعوا ويجيبوا شركة كيندر اللي معناها باللغة الالمانية اطفال, وكان عندها منتجات جدا مشهورة, واحد من المنتجات المشهورة جدا عنده بيضة كيندر سبرايس, واحد ايضا من المنتجات المشهورة عنده والذي قد يكون واحد من اول منتجاتها اللي هو كيندر بوينو, صورهم هذه موجودة هنا, ولكن اليوم جينا وقررنا نجرب 15 منتج موجود لهذه الشركة نجربها, في بعضها انت تشوفها عندك بالسعودية, بعضها انت ما قد شفتها بالسعودية, بعضها انت اساسا تشوفها بالسعودية بس ما تعرفها. فاذا تبغى شركة زيادة لايك وانشر هذا الفيديو للناس, وشكرا للدعم على كل الفيديوهات. تبر عبد الله وخلونا نبدأ. ريحة يدي ثوم, واضح اني انا ماكل شاورما وانا ما منتجنا الاول لهذا اليوم, منتجنا هذا اللي هو كيندر كاردز. منتج كيندر كاردز عبارة عن بطايق موجودة, طبعا يجي بحجمين, يجي هذا الحجم ويجي هذا الحجم الفولاذي, هذا فيه 5 هذا فيه 2 يعني هذا فيه 10 وهذا فيه 2 صغير. يعني هذا المنتج هو عبارة عن بسكوت, داخل البسكوت في حشوة حليب او الحشوة المعروفة مالتهم, وايضا في حشوة ثانية اللي هي حشوة الشوكولاتة المشهورة جدا. طبعا الشركة شركة ايطالية ولكن الاسم اسم الماني, اوكي. هذا يجي شكله من داخل, حرفيا شكله كأنه بطاقة. It's good, اوكي. It's good, اوكي. يعني يوم شريته اول مرة بصراحة ما توقعت بأنه راح يكون بهذه الطريقة من داخل, بأنه ولكن it's amazing, مرة حلو. واحد من المنتجات اللي تخليك تقول اوكي it's amazing, اوكي. That's good, delicious, مرة. بكمل واحدة كاملة والله يعيني اليوم, حرقان من الريق. اوكي, مرة حلو, مرة خفيف, تاكل واحدة كاملة ما تحس انه مرة ثقيل, تنبسط عليه. من 10 هذا بصراحة اعطيه 8, مرة لذيذ, مرة حلو. طعم الكندر او الخطاط وخاصة بالكندر very good, مرة احبه. نروح اللي بعده. اوكي, اللي بعده, في ناس كلها تعرف كندر سبرايز او بيضة كندر, تعتبر واحدة من الاشياء اللي مرة مشهورة, ولكن للأسف في سوق ضخم جدا كانت تباع فيه هذه البيضة اللي هو السوق الأمريكي, لسبب واحد فقط, وهو أن مكتوب أو في الريجوليشنز الموجودة في أمريكا بأن الأكل ممنوع تكون داخله مواد غير قابلة للهضم أو مواد لا تؤكل. ومثل ما تعرفوا بيضة كيندر كانت عبارة عن بيضة وداخلها لعبة, فلذلك إجا المنتج الثاني اللي كان يباع أو عرض في الأسواق الأمريكية من فترة مو طويلة اللي هو كيندر جوي. كيندر جوي طبعا زي ما تشوفوا في الكاميرا اللي فوق كل الناس تعرفه, I know already, تجي من فصلة اللي هي اللعبة عن الأكل. الأكل اللي فيه صراحة أنا ما قد شفته من قبل, يعني طفولتي عشتها مع الكيندر سبرايز, فيا يجي شكله بهذه الطريقة. أوكي, بهذه الطريقة يجي شكله, أتوقع أن هذه الملعقة, يا هذه الملعقة, هم يبغوك تاكله توقع كذا, يا
تشيله بهذه الطريقة. طبعا حرفيا لما تطالع فيه هنا وتشوف شكله راح تلاحظ بأن يا ماخذين جو الفريرو روشي بس على جو كندر. اوكي يا مرة صعب شباب، انا ما اعرف اكلها يعني، هذه اول مرة في حياتي اكلها. اوكي ما هي سيئة، مرة حلوة، ولكن الناس اللي تعودت على كندر سبرايز ما راح تشوف ان هذه افضل شيء، راح تحب انها تاكل كندر سبرايز نفسها. خلينا نشوف اللعبة ونركبها. يا ما راح نركبها، واضح ان تركيبها مرة يطول يعني. فا يا اوكي لا والله ما هو مرة يطول تركيبها. يا الالعاب خلوها مرة اسهل يا جماعة الخير، تركيب الالعاب صار جدا اسهل. اتوقع هذه كذا، بعدين هذه في يده هنا، بعدين هو قاعد فوق هذه. And yeah. Surfboard. Okay. Yeah. Okay. It's not bad. Okay. خلنا نكون صريحين. طيب. Is it good? Yeah. الطعم بصراحة مرة حلو. Still kinder. ولكن بصراحة أنا عن نفسي كنت أفضل الطعم بعيدا عن الحركة، أفضل الطعم حق كندر سبرايز أكثر من كندر جوي. في أتوقع أنه في نوع ثاني غير النوع هذا، هذا كان ميلك. Yeah. كنا أتوقع ذكرنا مكتوب هنا أنه ميلك. فنجيب الثاني ونجربه وان شاء الله يكون افضل، لان الحركه هذه بصراحه ما عجبتني، وانا افضل انك تحط كذا الكوره في فمك تكسرها عشان تطلع اللعبه اللي داخل وتنبسط وتعيش حياتك. بس كانت مره غاليه، كانت بثلاثة ما ادري 4 ريال، فما كنا ناخذها ليوم العيد. ترو ستوري. 5/10 تقييمها. نروح للي بعدها. اللي بعده واحد من الكلاسيكس مره، اللي هو زي ما تشوفوا هنا كندر بارز. هذا اذا قال لك شيء مره حلو ذاتس ذا وان. يا طريقة الفتح كان نفسه، ان تجي تفتحها كان ينسحب مثل ما اتذكر. ما كان غالي، هذا بالذات ما كان غالي. هذه كانت قصدير اول، الحين غيروها الى قصدير، احس صاير زي البلاستيك اكثر من قصدير، بس اول كانت 100% كامله العلبه قصدير. فشكله من داخل طبعا شوكليت مع حليب، حرفيا يعني هذا ممكن كان اول منتج لهم. فيا ممكن تشوف ليش هذا مخصص للأطفال، كحجم الشوكولات، كطريقة تقديم الشوكولات نفسه، الطعم نفسه يكون مرة سيمبل، بحيث إن الطفل نفسه كان بروسيسد يقدر إنه يشغل مخه فيه أقل عشان إنه يعطيك النكهة هذه. مرة لذيذ، مرة حلو، واحد من أول شوكولات ميلكس اللي دخلت حياتنا، بعد خلينا نقول هيرشي بشكل عام. الناس اللي تحبه نفس الطعم ما تغير، طعمه زي ما قلت لكم بسيط، ولكن في نفس الوقت تحس انه اساسا مفضل لك انت كانسان، ممكن تاكله في اي وقت. بصراحه هذا نعطيه 7/10، لاني حبيت ان النكهه تكون معقده اكثر فيها كذا، يعني عرفت اللي فيها يعني تعقيد اكثر، ولكن هذا هو عباره عن كاكاو وحليب فقط. ستيل جود للاطفال، يا اتس سمثينج ذي وود لاف. فنروح على اللي بعده. اللي بعده المنتج الالماني كندر ميني ايجز او بيض صغار. يا واضح انه الماني الماني المنتج، يا حرفيا حتى الكلام المكتوب كله بالالماني. هذا ما ادري هو في اي فتره، ولكن اتوقع في فتره الايستر او عيد القيام للمسيحيين. في امريكا في شركات كثيره كانت تسوي، ولكن كندر ما اذكر انه كان له صيت مره عالي مثل فيريرو. فيريرو ايجز بلاك بنحط صورتها، واحد من المنتجات الخرافيه مره، اللي حرفيا السعوديين كل ما شافوه في السوق في فتره الايستر يروحون يخمون كل شيء موجود. بيبل لاف ات سو ماتش. هذا اتوقع على هيزل نات او بندق، فدي شوف شكله بالداخل. يا شوف هذا 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 اذا قال لك قصدير، هذا قصدير يعني حرفيا كان بهذه الطريقه الكندر القديم. ابغاك تكتب لي وش افضل كندر اكلته في حياتك، وش الكندر اللي انت اساسا تفضله لما تروح البقاله تشوف، او شوف كل الانواع الموجوده عندنا اليوم، وش اكثر نوع تفضله؟ او هذا من داخل حليب. اوكي طعمه نفس اللي تونا جربناه اللي هو هذا، ولكن كميه الحليب اكثر، كميه شوكولات اقل. اوكي نوت باد، ما هو سيء. اوكي اتس نوت ا باد تيست، بس ما ادري يعني حسيت تو ماتش حليب، ما هو شيء انا افضله بصراحه، بس ستيل جود يعني بعطيه صراحه 6/10. الناس اللي تحب الهيزل نوت يو ويل لاف ذيس وان. خروح اللي بعده. اوكي اللي بعده هذا بصراحه جديد بالنسبه لي انا، ولكن اتوقع انه مشهور. هذا ما ادري في اي دوله، ولكن اتوقع انه امريكي، موصي هذا امريكي، اللي هو كندر هيبوز او هابي هيبوز او فرس النهر المبسوط. هذا ما اتوقع انه بيكون مشابه للكندر بوينو. كندر بوينو في نكهات كثيره، ولكن حبيت نجيب اليوم
الألذ منها بالنسبة لي، في طبعا نكهات كثيرة، ولكن راح نشوف اللي راح نجيبه اليوم. هذا شفته بأمريكا صراحة، ولكن ما شريته. يا يجي شكله أصغر من الكيندر بوينو، ولكن أسمك، فما أدري، أتوقع فيه عيون. توقعون فيه عيون وهذا ولا ما فيه؟ فالحين بنفتح وبنشوف. هذا ما أدري هل فيه كوكونات حوله ولا لا، بس الأغلب إنه يعني حوله فيه كوكونات. أوه ماي جاد، يا فيه عيون، حرفياً فيه عيون. أوكي، حرفياً هيبو كامل. أوكي، not bad. Not bad. أوكي، حلو، مو سيء. في شيء ما كنت أحبه في الكندر بوينو، وهو إنه بس كنت يكون كثير الحشو يكون أقل. هذا ما تحشي أمريكي مرة، تحس يعني سكر، مرة سكر فيه كمية الحشو، مرة تو ماتش بشكل مرة حلو. النكهة في هيزل نوت، في حليب البسكوت، وفي في يعني وفي كوكونات. أوكي، فيعني معطيك 4-5 نكهات مرة حلوة، الشكل مرة حلو. فيا إذا قال لك منتج خاص بالأطفال، يا مرة خاص بالأطفال، مرة انبسط فيه صراحة كشكل كطعم. من 10 هذا بصراحة يستاهل، أعطي صراحة 9. اوكي، مو 10، اوكي، لان نكهته شويه فاميليار، شويه اعرفها، ولكنها بصراحه حلوه، مره حلوه. اوكي، اول مره اجربه صراحه، تمنيت لو اني ادمنته في امريكا، كنت مره راح اكمل كثير منه، كنت راح ارجع وزني 3 أضعاف، واذا وصلنا 500,000 لايك راح انزل شويه كذا وزني، يعني ابو نص كيلو ان شاء الله، مع كل 500,000 لايك ننزل نص كيلو. ها خروح اللي بعده. اوكي، قبل لا اروح للي بعده، قناة متيم بي اي حاليا رجعنا لها، فيديوهات يومية فل بضحك وناسة وشغل نظيف كابتن بالله. يعني ما ادري انت ليش الان مو مشترك، اذا تبغى فيديوهات يومية مرة فل وضحك روح هناك، انا ما ادري ايش قاعد تنتظر. خروح اللي بعده. اوكي حلو، اوكي، كيندر ديلتشي، واحد من المنتجات اللي موجودة حاليا في عالمنا العربي، وهو عبارة عن كيكة داخلها كيندر. اوكي، عبارة عن كيكة شوكولات او براوني وداخلها في حليب، يعني هو عبارة عن كيندر شوكولات بارز، بس انه بدل ما يكون شوكولات من برا عبارة عن براوني من برا. هذا يجي شكله صراحة، خلكم صريحين، قبل ينزل هذا المنتج كان هذا منتج واحد من المنتجات اللي كلنا نبغى نجربها بصراحة يعني. ف اوكي، اعطاني جو منتجات الطفوله. عشان اكون صريح معاكم، توقعت الحليب يكون اكثر، كميه الحليب تكون مره اكثر، توقعتها بيكون احلى. ايش رايكم في قصتي؟ صح نازله كذا مره، ما هو افضل شيء، it's not bad. اوكي، it's not bad at all. It's not bad at all. اوكي، it's good. اوكي، this not bad at all. اوكي، بس ما ادري، تمنيت كذا يعني طعم براوني مره هش، مره حلو، الشوكولاته اللي برا كذا معطي جو، ولكن الحليب ما في طعم، ما هو باين مره. طبعا لاحظت عشان احد يجي من الشباب ياكلها، الحمد لله رب العالمين، يسموني متيم الطائي انا. الزبده من 10 صراحه اعطيها 4، سناب بيريرو. اوكي، سناب بيريرو، بس 4 احس اكثر شيء تستاهله، لانه بصراحه كنت في نكهه يعني اتمنى موجوده اكثر، هي نكهه الحليب. اذروايز سناب بيريرو. خل نروح للي بعده. اوكي، واحد من المنتجات القديمه مره من كيندر، ليتس بي اونست، كلنا نعرفه، كلنا مر علينا، ولما يجيك الشكل هذا تحس انه واحد من اول المنتجات اللي موجود عندهم. هذا هو عباره عن كيندر شوكليت، نفس شوكليت بار هذا، ولكن داخله في سيريال او في كذا قطع كذا، يعني قط شوفان شيء، فالقرمشه اللي يعطيك اياها تعطيك كومبلكس فليفر which is amazing. متيم ليش تتكلم بالعربي؟ يتكلم انجليزي، ما ادري، هذا شكلها تعلمتها في امريكا يا جماعه الخير. انا عمري الان 15 سنه، 10 سنوات منها انا قضيتها في الولايات المتحده، ليش تبغاني اتكلم عربي 100%؟ ما اقدر كابتن، انا في بيتنا ما اقول ابوي وامي، اقول مامي اند داري. المهم نرجع لموضوعنا، فهذا المفروض الان العاده انا كذا افتحه، لان احنا مره كول في بيتنا، طيب امريكان، ولما تطلع من داخل راح تشوف يو كان سي ذا سيريال. اوكي، في قطعه دخل طعم مسكين. اوكي، فطعم الحليب باين، طعم الشوكولات ما هو قوي مره، لكن طعم السيريال بصراحه قاعد يعطيني شيء مره خرافي. That's something I want to do. اوكي، يعني حرفيا لو بتقول لي هذا او هذا، بصراحه انا راح افضل هذا، لان هذا
في طعم السيريال. طعم السيريال راح يكسر النكهتين هذول الموجودين، خصوصا انه مره حالي. فيا هذا واحد من المفضلين عندي صراحه الى اليوم. بالنسبه لي هذا منتج اليوم بعطي صراحه 9 من 10. اشوف حالي اكل كثير، مره كثير بصراحه، واشتكت له مره اشتكت له. نروح اللي بعده. جينا الى جوي. اوكي، بس هالمره بصراحه اللون غير، ما ادري ليش. هل تختلف النكهه اللي داخل ولا لا؟ لان الثنتين مكتوب انه في حليب فوقهم، وين الثانيه؟ يا الثنتين نفس الشيء، ما ادري وش الفرق، بس واحده منهم بيضاء وادري واحده منهم زرقاء وواحده ورديه، فراح نشوف الفرق الان بينهم. اتمنى ان يكون في فرق عشان لا اصير شريت هذا. اوكي، اللعبه بنجيلها بعدين. اوكي، كشكل صراحه حلوه، ولكن كانسان عنصري، يعني عنصرية البيضة الكندر سبايس، يا سيم ثينج، ما راح اكله. ما ادري ليش معطيني لونين. اوه، ممكن ان هذه العاب بنات. نشوف. يا ان هذيك العاب اولاد وهذه العاب بنات. اوكي، بس هذه شنو اللعبه؟ اوكي، يا هذه تسوي البومه هذه. طيب اوكي، تعلمك شلون تسوي البومه هذه كابتن. هذه فخلنا نسويها. في استكرات، ما راح اسوي استكرات ولا شيء. اوكي، يقول لك لصق هذه في هذه. اوكي، ما احتاج سكرات. اوكي، فيري جود، فيري فيري جود. اوكي، وبالتالي تفك هذه. هذه سواره حق اليد. اوكي، تخليها كذا، وبالتالي تركب فيها ال فين ركب الاجنحه؟ ماني فاهم الزبدة. يعني في اشياء انت تسويها فيها. اوكي، هذه كابتن بلا اعطيها تقييم نفس تقييم اللي قبل، 5 من 10. It's not my thing. اوكي، بس عرفنا الحين ليش في لونين، فيا واحدة حق الاولاد وحق البنات. اوكي اوكي، هذه بصراحة انا اشوف افضل من كيندر سبرايز في هذا الشيء فقط، وهو ان معطينك اللي هو شو اسمه، يعني ان بدل ما تجي تشتريها ب 4 ريال يوم العيد، تالي يطلع لك هدية باربي. انت ما تبغى باربي اساسا، هم ما يطلع فيهم باربي، ايش دخل باربي الحين في الموضوع؟ اوكي، نروح للي بعد. اوكي، اللي بعده عندنا هنا، وهذا منتج امريكي، ولكن هذا موجود، هذا الماني حاليا، ولكن انا اشتريته من امريكا، اللي هو كيندر شوكوبونز. اوكي، هذا مره مشهور في امريكا ومره حلو، اللي هو يجي بهذه الطريقه. اتوقع هذا تقدر تعطيه في الهالوين الاشياء هذه. هذا اذا ما خاب ظني هو نفس السيريال، او راح يكون داخله قطع بندق في الحليب نفسه، which is good. اوكي، يا يبغى تشوفوا انه شوكولاتة داخلها حليب، وداخل حليب فيه قطع بندق. That's good، مرة good، مرة nice. بس الحين كانت واحدة احس خلاص نقفل عليه. هذا 8 من 10، بس still good. Not bad at all. اوكي. اوكي، ميني ايجز كاكاو. منتج الماني ما ادري امريكي. هذا الماني بعد. اوكي، كيندر الماني. اوكي، هذه داخلها كاكاو على بطنه. It's not gonna be good. اوكي، ما احب الكاكاو مرة انا. يا كاكاو بطنة، بس هنا فومي. اوكي، طعم الشوكولاتة فيه هنت كذا كندر. 6 من 10. اروح اللي بعده. اللي بعده، اوكي، هذا طبعا اليوم انا ما جبت كندر بوينو العادي، ولكن في 3 انواع حاليا كندر بوينو موجودة. في كندر بوينو العادي، في كندر بوينو كوكونات، وفي اللي جبته اليوم كندر بوينو وايت. مره نايس، مره حلو، اتس جود. اوكي، راح نفتح واحد يعني عشان تشوفون شكله فقط. هذا طبعا منتج سعودي حاليا موجود ويباع في السعوديه، ولكن اذا كنت برا السعوديه اكتب لنا انت من وين، تحيه لك من وين ما كنت، نحبك، واكتب لنا اذا هذا المنتج عندكم او لا. اوكي، هذا هو شكله يجي. بصراحه بالنسبه لي انا way better than العادي، مره احلى منه. اللي برا هذا نكهته خرافيه، وايت شوكليت، او ماي جاد. اللي داخل فيري جود، ون اوف ذا بيست ثينجز اي هاف ايفر هاد ان ماي لايف. مره نايس، 9 من 10، ولكن للحين هذا منتج اليوم. روح اللي بعده. اوكي، هيبو، ولكن هذا الهيبو السعودي، هذا امريكي. اوكي، وهذا سعودي. مره يتشابهون، ليش واحد امريكي واحد سعودي؟ اوكي، نو بروبلم. اوكي، السعودي على شوكليت، هذاك على هيزل نوت. فيا خلينا نشوف الشكل، هل يعني سعيد جدا الهيبو هذا ولا لا، اللي في السعوديه ولا مال امريكا سعد؟ وعلى حسب الجو، يعني الهيبوز يعيشون في مناطق حاره، فالمفروض ان مال السعوديه يكون احلى، يعني
يعني اسعد. اوكي اوه اوكي، هذا فيه حليب من برا مع الشوكولت. اوكي باكل خشمه بس. اوكي يا من داخل شوكولت مع حليب شنابين ارو، بس هذاك مرة احلى امريكي. سبعة روح اخربتج اخربتج مينيز مرة ثالثة. هذه مرة طعم سانتا كلوز، ما ادري ما ادري. ومن داخل في حليب عم زي العادي. خمسة توقع كذا كفاية شوكولت لي سنة قدام. هذا كان عندنا اليوم، نتصور لك سبسكرايب جديد وقرب جديد من عبد الله. سلام.